السادسة مساء في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. غادر القاهرة مساء اليوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد زيارة إلى مصر استغرقت 3 أيام. وقبيل مغادرته افتتح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير وترميم الجامع الأزهر. وخلال جولتهما بجامع الأزهر استمع السيسي وبن سلمان إلى شرح من وزير الآثار عن أعمال التطوير بالجامع. هذا وقد أشاد الشيخ الأزهر بدور المملكة في دعم تطوير وترميم الجامع. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر أعطت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية فيما بين البلدين. وخلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشاد إسماعيل بحالة الزخم التي تشهد هذه العلاقات مع حرص قيادة البلدين على زيادة التنسيق ودفع أطر التعاون في المجالات كافة. هذا وقد أشاد بن سلمان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية. طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا. من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا غدا لبحث الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق رغم وقف إطلاق النار الذي طلبه مجلس الأمن قبل 10 أيام. قتل 32 شخصا جراء تحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في مطار حميمين بسوريا. وقالت الدفاع الروسية في بيان أن النيابة العامة العسكرية فتحت تحقيقا في حادث هذا التحطم، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب تحطم الطائرة ربما يكون خللا فنيا. بعد قليل مع أسواق وأعمال وأهم الأخبار الاقتصادية، شكرا لكم وإلى ملتقى.